من المهرجانات والسهر في الكابريهات لواحد تاني خالص بيقرأ قرآن وقرر إنه هو يتوب. المطرب علي قدورة حاله اتغير في لحظة وقرر إنه هو يعتزل الفن. هي إيه الحكاية يا ترى؟ شاب ما كملش 25 سنة بدأ حياته في عالم المهرجانات سنة 2010، وبعد كده طاقة القدر اتفتحت له وبقى يعمل مهرجانات كتير جدا وكلها بتنجح، وقدر يعمل اسم بمطربين المهرجانات اللي على الساحة في مصر. ولكن المتابعين عنده اتفاجئوا مرة واحدة بالقرار اللي خده. علي قدورة قرر ان هو يعتزل مجال الفن بالكامل ويتبرأ من كل اعماله اللي فاتت، ونشر صورة ليه من قدام الكعبة وهو لابس ملابس الاحرام وقال: السلام عليكم في يوم جمعة مباركة، انا علي عبد القادر السيد الشهير بعلي قدورة، كنت مغني. قبل النهاردة في حاجة حصلت لي مش عارف ايه هي، بس الحاجة دي هي اللي بتخليني اتكلم دلوقتي. انا بريء من كل عمل او مزيكا عملتها في حياتي، وبعلن اعتزالي عن مجال الاغاني لحد ما يفتكرني ربنا. وكمل قدورة كلامه بيدعي ربنا وقال: يا رب سامحني عن اي حاجة انا عملتها في حياتي او اي حاجة صدرت مني، ويا رب قربني ليك وافتح لي باب رزق يرضيك، وما فيهاش حاجة لو بدأت من جديد في اي شغل بالحلال، واي فلوس معايا انا هسيبها بالرضا لاهلي ومش عارف هيبقى الصح ايه، وهبقى لا امتلك الا صفر، وربنا يثبتني في الطريق ده، بس دي نيتي، وربنا كريم وكبير وغفور رحيم. وبالفعل قدورة مسح كل صور وفيديوهاته القديمة من على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ ينشر فيديوهات ليه وهو بيقرأ قرآن على التيك توك، والفيديوهات دي حققت نسبة مشاهدة عالية جدا. وللعلم دي مش أول توبة تحصل في عالم الفن بين الشباب. لو رجعنا بالزمن شوية للسنة اللي فاتت هنلاقي إن أدهم نابلسي المطرب المشهور اللي الكل كان بيتنبأ ليه بمستقبل كبير جدا قرر إن هو يسيب الفن ويسيب كل دوره ويرجع لربنا. أدهم كان شغال عادي جدا ومقضيها حفلات وأغاني لحد ما جت فترة الكورونا، واضطر إن هو يقعد في البيت فترة كبيرة ويفكر مع نفسه. وفي شهر رمضان كان بيحضر لألبوم بتاعه وقرر إن هو يمسح السوشيال ميديا، وقبلها شاف رسالة على الفيسبوك مكتوب فيها الآية الكريمة: يا ليتني قدمت لحياتي. أدهم بعد ما قرأ الرسالة دي مسح السوشيال ميديا بالفعل، وقرر إن هو يخلص الألبوم ويعتزل الفن بعدها. ولكن في العشر الأواخر من رمضان فكر إن هو مش ضامن إن يعيش لليوم اللي اعتزل فيه، ومن هنا قرر الاعتزال ونشر فيديو ليه على موقع سناب شات وقال: الهدف الرئيسي في الحياة هو رضا الله، مسلمة قال في كتابه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مش مشكلة يكون عندك أهداف وتحاول تشتغل، ولكن يكون الهدف متناسق مع هدفك في الحياة في عبادة رب العالمين، وإنك تحاول تعمل الأحسن. واختتم النابلسي كلامه وقال: الهدف الذي سعيت له ما يرضي رب العالمين، والحمد لله اعتزلت الغنى وأشكركم على دعمكم. وبس كده، ما تنسوش تتابعونا على صفحة نجوم الفن.